يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. جلس صفوان بن أمية وعمير بن وهب في الحجر عند الكعبة يتذاكران مصابهما في بدر وقتلاهم في القليب، فأصابهم الهم والغم. فإذا بعمير بن وهب الذي كان له ابن أسير عند رسول الله يقول لصفوان: لولا دين علي وعيال أخاف العيلة عليهم لذهبت إلى محمد فقتلته. فقال صفوان: أما دينك فعلي أنا أقضيه، وأما عيالك مع عيالي أنا أواسيهم. فذهب عمير بن وهب إلى بيته وشحذ سيفه وسممه وانطلق راكبا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسرع وقد تجهز لقتل الرسول. فلما وصل إلى المدينة ودخل عند المسجد رآه عمر بن الخطاب، قال: هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا شر إلا لشر. فأمسكه عمر ودخل إلى النبي يقول: عدو الله عمير بن وهب، جاء معه سيفه. فقال النبي لعمر: أدخله يا عمر. فأوصى عمر بعض الأنصار أن يكونوا عند رسول الله يحمونه إذا أراد عمير شرا. فدخل عمر ماسكا بعمير بن وهب من حمالة سيفه في عنقه، فقال النبي لعمر: أرسله يا عمر، أرسله يا عمر، اتركه يا عمر. فدخل عمير فقال: أنعم صباحا. فقال النبي: قد علمنا الله تحية خيرا منها، السلام تحية أهل الجنة. ثم سأله النبي فقال: ماذا تفعل بسيفك يا عمير؟ قال: وما تغني عنا سيوفنا، وما صنعت لنا في بدر يا محمد. ثم سأله النبي فقال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت من أجل ابني أن تحسن إليه وتجمل فيه. فقال النبي له: أو ذاك؟ يعني فقط هذا؟ قال: نعم. قال: لا، بل جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر عند الكعبة تتذاكران قتلاكم في بدر والقليب، ثم قلت: لولا دين علي وعيال لذهبت إلى محمد فقتلته. فتحمل ذاك عنك صفوان. فلما سمع الخبر عمير بن وهب قال: أشهد إنك رسول الله، والله ما علم أحد بهذا إلا أنا وصفوان، كنا نكذبك بخبر السماء، أما الآن فلا أكذبك بشيء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم أمر النبي أصحابه أن يعلموه الدين، جاء ليقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلم وحسن إسلامه ورجع مع ابنه إلى مكة يدعوهم إلى الله عز وجل. جاء ليقتل النبي فرجع يدعو إلى النبي وإلى الإسلام. هكذا يمكر الله لنبيه بمن أراد به مكرا. بنو قينقاع أخبث يهود يجاورون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما رأوا ما حصل في بدر وكيف نصر الله نبيه زادوا غيظا وحنقا على رسول الله.
عندهم رجل اسمه شاس ابن قيس، رجل كبير بالسن خبيث يحمل الحقد على رسول الله وأصحابه. هذا الرجل أرسل شابا يجلس بين الأنصار وأوصاه أن يذكرهم بحروبهم القديمة وبيوم اسمه يوم بعاث. وهكذا طبيعة اليهود، تثير الفتن بين المؤمنين، وقاعدتهم الشهيرة فرق تسد. فإذا بالشاب يجلس بين الأنصار، بين الأوس وبين الخزرج، يقول شعرا أيام حروبهم ويذكرهم بتلك الأيام. فتكلم الأوس وتكلم الخزرج ورد بعضهم على بعض وثارت الحمية، فإذا بهم يتذكرون تلك الأيام. فقال أحدهم للآخر: إن شئتم أرجعناها جذعة، يعني مرة أخرى. فإذا بهم يتواعدون في منطقة وثاروا إلى السلاح. الأوس والخزرج، نعم الأوس والخزرج، فعل من؟ بنو قينقاع. فسمع النبي بهذا أنهم يريدون القتال، فجاء بينهم قال: يا معشر المسلمين، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد أن من الله عليكم بالإسلام وألف بين قلوبكم؟ أبدعوى الجاهلية؟ هكذا كان يصنع بنو قينقاع، قلوبهم الخبيثة تدس بين المؤمنين السم. لما رأوا نصر الله عز وجل في بدر قالوا: يا محمد، لا يغرنك أنك قاتلت أغرارا لا يعرفون القتال، لئن قاتلتنا لتعرفن أننا نحن الناس. كأنهم يهددون بالقتال. فقال لهم النبي: أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصابهم. وأنزل الرب عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. أي في بدر رأيتم ما حصل، رأيتم كيف أيد الله عز وجل عباده. ولكن أنى لبني قينقاع أن يفهموا. انظروا ماذا صنعوا أيضا. بنو قينقاع يعملون بالأسواق، وعندهم سوق شهيرة يأتيهم الناس، وكانوا يبيعون الذهب والصاغة، وكانوا يصنعون السلاح، ومعهم 700 مقاتل. جاءت امرأة يوم من الأيام تريد أن تشتري من صائغ، فأرادوا كشف وجهها فأبت، فحاولوا فرفضت امرأة عفيفة، فجاء رجل من خلفها فربط ثيابها، فلما قامت كشفت سوءتها، فأخذوا يضحكون عليها ويتحرشون بها. فقام رجل من المسلمين أخذته الغيرة فضرب الصائغ فقتله، فثار اليهود على هذا الرجل فقتلوه، مع أنه كان يحمي عرض هذه المرأة. فبلغ النبي أو النبي الخبر، فنادى أصحابه أن لا عهد بيننا وبين بني قينقاع، قوم خبثاء، لا عهد بيني وبينهم. فخلف على المسلمين أبا لبابة وجعل اللواء لحمزة وسار إلى حصونهم، فاحتموا بحصونهم: أين مقاتلوكم؟ أين رجالكم؟ أين سلاحكم؟ خافوا واختبأوا. فحاصرهم النبي 15 ليلة، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وبعد 15 ليلة استسلموا لرسول الله. لم يستطيعوا أن يقاتلوا ولا يوما واحدا، استسلموا كلهم، وكتفهم النبي جميعا. فلما أراد أن ينزل فيهم الحكم تدخل من؟ عبد الله بن أبي ابن سلول، قال: تريد أن تقتل موالي؟ 400 رجل مسلح و300 دارع، أي بالدروع، تقتلهم في غداة واحدة؟ قال: إني أخشى الدوائر، اتركهم لي يا رسول الله، اعفو عنهم. والنبي يلتفت عنه ويصد. وعبد الله بن أبي للتو أسلم، ما مضى عليه شهر حتى قبل النبي شفاعته، رجاء أن يحسن إسلامه. ثم عفى عنهم وأمرهم أن يخرجوا من المدينة، فخرجوا جميعا، أجلاهم الرسول بنو قينقاع إلى منطقة بالشام اسمها أذرعات، وهلك أكثرهم. آه 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 آه
كعب ابن الأشرف رجل من أخبث يهود على رسول الله وعلى المسلمين، كان يكثر الشعر ويعرف الشعر ويسب المسلمين في شعره ويحرض الناس عليهم. لما سمع بانتصار المسلمين في بدر زاد حقده على المسلمين، وقال عن قريش: هم ملوك العرب وساداتها، فلئن وقع ما وقع لبطن الأرض خير من ظهرها. ثم ذهب إلى مكة يثيرهم ويذكرهم بقتلاهم ويحرضهم على الانتقام من المسلمين. لقد آذى الله ورسوله حتى نساء المسلمين لم يسلمن منه ومن شعره. قام النبي يوما بين أصحابه فقال: من لكعب ابن الأشرف؟ فقال: محمد ابن مسلمة. قال: أنا له يا رسول الله، أتأذن لي في قتله؟ قال النبي: نعم. قال: وأن أقول شيئا أتكلم فيه؟ قال: نعم. فإذا بكعب محمد بن مسلمة يقوم وتقوم معه مفرزة من المسلمين، فرسان قاموا معه، منهم عباد بن بشر، ومنهم رجل يقال له أبو نائلة، قاموا مع محمد بن مسلمة يريدون قتل كعب بن الأشرف. وكان محمد ذكيا، جاء إلى كعب بن الأشرف فقال له: يا كعب، إن صاحبنا قد أثقل علينا بالصدقات. يبين له كأنه متثاقل ومتأفف من شرائع الإسلام، خدعة. ثم قال له: والحرب خدعة. قال له: ما رأيك لو تقرضنا وسقا أو وسقين؟ فقال كعب بن الأشرف: وترهنوني نساءكم؟ قالوا: نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. قال: إذن أرهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيقال يوما ويعيرون قد رهنوا بوسق أو وسقين. قال: فما ترهنوني؟ قالوا: نرهنك أسلحتنا. فقبل الرجل. وجاءه أبو نائلة فقال له قريبا مما قال محمد بن مسلمة، فكأنه وثق بأبي نائلة ووثق بمحمد بن مسلمة. حتى جاءت ساعة الصفر في ليلة مقبرة، في ليلة ودع النبي فيها هذه المفرزة، فهم يذهبون إلى رجل متحصن، إلى رجل سيد من سادات يهود، إلى رجل متدرع بالأسلحة والحراس وغيرها، بل يجلس في حصن من الحصون. فودعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشيعهم عند بقيع الغرقد، ثم قال لهم: انطلقوا بسم الله واستعينوا بالله. ثم لما ذهبت هذه المفرزة جلس النبي طوال الليل يصلي ويدعو الله عز وجل لهم. وصلت هذه المجموعة إلى حصن كعب بن الأشرف، فصاح أبو نائلة بأعلى صوته: يا كعب بن الأشرف، يا كعب بن الأشرف. قال: من؟ قال: أنا أبو نائلة. قالت زوجته: ويحك، ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أذهب إليه. قالت زوجته: أسمع صوتا يقطر منه الدم. فقال: لا عليك، إنه صاحبي أبو نائلة، ومعه صاحبي محمد بن مسلمة، وثق فيهما الآن، كعب بن الأشرف. فنزل إلى المفرزة وقال لهم قبلها أبو نائلة، قال: لا تقتربوا منه حتى أتمكن من رأسه. فلما مشى معهم في تلك الليلة المظلمة المقمرة حتى ابتعدوا عن الحصن شيئا ودخلوا طريقا لا أحد يمشي فيه، قال أبو نائلة لكعب بن الأشرف: قال: ما أجمل رائحتك. قال: نعم، إنه من أعطر العطر. قال: أتأذن لي أن أشمه؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه ثم شمه وقال: ما أجمل هذه الرائحة. ثم لما مشى فترة من الزمن قال: أتأذن لي أن أشمه مرة أخرى؟ قال: نعم. فوضع يده وشمه، فلما كانت الثالثة مسك رأسه وصرخ بالمفرزة، فقاموا إليه يضربونه ضربا، صرع الرجل وقطعوا رأسه، عدو الله ورسوله. فصاح صيحة قبل أن يقتل سمعته كل حصون يهود وأشعلوا النيران، ثم أسرعوا به وقد جرح أحد الصحابة من صاحبه من أخيه، فأسرعوا إلى رسول الله والنبي ينتظرهم، فرآهم من بعيد يكبرون: الله أكبر، الله أكبر. فلما سمع النبي تكبيرهم كبر معهم وقال: الله أكبر،
أفلحت الوجوه، الله أكبر، أفلحت الوجوه. قالوا: ووجهك يا رسول الله؟ فنظر النبي إلى جرح الرجل ذلك الصحابي الذي جرح، فدعا له ومسح بيده فبرئت كأن لم يكن به شيء. وبعدها سمعت يهود بالخبر وعلمت أنه كل من يؤذي الله ورسوله سيكون له مثل هذا المصير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أما قريش فقد كانت تتألم وتحترق غيظا على قتلاها في بدر، حتى أنها منعت أنفسها من البكاء حتى يزداد الألم وتشعر برغبتها بالثأر والانتقام. أكثر من كان يحرك الناس عكرمة ابن أبي جهل فقد قتل أبوه، وصفوان بن أمية فقد قتل أبوه وأخوه، وكذلك أبو سفيان بن حرب وغيرهم من المشركين كانوا يؤججون الناس للثأر من قتلاهم في بدر، بل حجزوا العير التي فلتت في وقت بدر وكانت بقيادة أبي سفيان، حجزوا هذه العير للإنفاق بها في قتال محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وكانت هذه القافلة وهذه العير فيها حمل 1000 بعير وخمسون 50,000 دينار أنفقوها كلها للتجهيز بجيش ليقاتلوا به النبي وأصحابه. وأنزل الله فيهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأرسلوا الشعراء في القبائل يحرضوهم على القتال وعلى الأخذ بالثأر، شعراء، وكانت الشعراء في العرب تفعل أفعالها. فاجتمع في مكة ما يقارب 3,000 مقاتل كلهم يريدون قتال النبي وأصحابه، يملأهم الغيظ والحقد وطلبوا الانتقام، وجاءوا 3,000 بعير محملة كلها للذهاب معهم، 200 فارس 700 درع، كل هذا الجيش العرمرم لمن؟ في قتال محمد وأصحابه. وفعلا سار هذا الجيش الكبير بقيادة أبي سفيان بن حرب، وكان يقود الفرسان خالد بن الوليد، ومعه عكرمة بن أبي جهل. سار الجيش إلى المدينة لقتال محمد وأصحابه. من علم بالخبر ومن أرسل الخبر؟ عم النبي العباس، وكان قد كتم إسلامه، كتب رسالة وأعطاها لرجل ليسرع بها إلى الرسول يحذره أن جيش مكة قد خرج، وهذا تعداده وقوامه. دخل المرسال، وجد النبي في مسجد قباء، أسرع إليه برسالة عمه العباس ابن عبد المطلب. وصل المرسال إلى المدينة الذي أرسله العباس، يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنية قريش وعزمها على محاربة النبي وأصحابه. جمع النبي بعض الصحابة وأخبرهم بالأمر، فباتت المدينة في حالة استنفار عام. جاءت كتيبة تحمي النبي وتحرسه كل ليلة، فيهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وبعض أصحابه، يحرسون النبي كل ليلة. خرجت دوريات تستكشف الطريقة وتأتي بأخبار قريش، الطوارئ عامة في مكة كلها، الناس مستعدون لا يبيتون إلا في سلاحهم ينتظرون الأخبار. جيش مكة يقترب شيئا فشيئا من المدينة، حتى وصل إلى الأبواء، المكان الذي ماتت فيه أم النبي آمنة. فلما علمت بذلك هند
زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة أرادت أن تنبش قبر أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنعها سادة قريش حتى لا تتخذ عادة عند العرب. اقترب جيش مكة حتى وصل بالقرب من جبل أحد وعسكر هناك، فجاءت العيون والأخبار تخبر النبي بهذا بمعسكر قريش. فجمع النبي مجلسا استشاريا جمع فيه بعض أصحابه يستشيرهم ماذا يفعل. قال لهم: إني قد رأيت رؤيا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت ثلمة في سيفي، ورأيت أني أدخل يدي في درع حصينة. قالوا: بما أولته يا رسول الله؟ قال: أما البقر الذي يذبح فنفر من أصحابي يذبحون، وأما الثلمة في سيفي فأحد أصحابي من أهل بيتي سيصاب. قالوا: والدرع الحصينة؟ قال: هي المدينة. فأشار عليهم النبي ألا يخرجوا من المدينة، أن يبقوا فيها ويحموا أنفسهم ويقاتلوا أعداءهم. فقام الذين تخلفوا عن بدر فاتهم حظهم في بدر، قالوا: يا رسول الله، كنا نتمنى ونرجو الله موقعة مثل هذه، أفنتخلف عنها الآن؟ والله لنخرجن إليهم. وجاء حمزة رضي الله عنه أيضا فقال: يا رسول الله، لنخرجن إليهم ونجالدهم بسيوفنا ونقتلهم يا رسول الله. فقام الكثيرون يريدون الخروج للمشركين، فتنازل النبي لرأيهم وصلى بهم الجمعة، فوعظ الناس وشجعهم للجهاد. في صلاة العصر تجمع المجاهدون كلهم مستعدون للقتال، فدخل النبي إلى بيته وتجهز ولبس درعه. فلما خرج جاء الأنصار يعتذرون من الرسول بأنهم اقتنعوا برأيه أن يمكثوا في المدينة. قال: ما كان لنبي إذا لبس لامته، يعني درعه، أن يضعها حتى يحكم الله بيننا. قسم الجيش إلى ثلاث: المهاجرون لواءهم عند مصعب بن عمير، الأوس عند أسيد بن حضير، الخزرج عند الحباب بن المنذر، وانطلق جيش الإسلام لا يريد إلا الله والدار الآخرة. انطلق الجيش الإسلامي، قوامه 1000 مقاتل مسلحون مدرعون يريدون الجهاد في سبيل الله. جاء شباب صغار يريدون أن يجيزهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعركة، فلم يجزهم بصغر سنهم، إلا أن رافع بن خديج وسمر بن جندب وكان صاحبين جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يذهب للجهاد معه، فلم يأذن النبي لهما. فقال رافع: يا رسول الله، إني رام ماهر أستطيع أن أرمي بسهمي فأصيب. فإذا بالنبي يختبره، فرآه راميا ماهرا فأجازه. فجاء سمرة قال: وأنا يا رسول الله؟ قال: هو رام. قال سمرة: لكنني أصرعه. فإذا بالنبي يختبرهما، فرأى سمرة قوي الجسم جلدا مستعدا للقتال، فأجازه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، فأجاز 2 من أصغر المجاهدين في سبيل الله. وانطلق الجيش 1000 مقاتل، وهو في الطريق يسير رأى كتيبة مسلحة تريد أن تنضم لجيش المسلمين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هؤلاء؟ قالوا: إنهم من يهود من حلفاء الخزرج يريدون أن يقاتلوا معهم. فقال النبي للصحابة: وهل أسلموا؟ قال الصحابة: لا يا رسول الله. قال: فإن الله غني عنهم، إنا لا نستعين بمشرك، إنا لا نستعين بمشرك،
أي حتى يسلموا وحتى يدخلوا في الدين. فاعتذر الصحابة منهم، أراد النبي ثلة مؤمنة خالصة فقط هي التي تقاتل معه في سبيل الله عز وجل. وانطلق الجيش واقترب من جيش أهل مكة، وهنا في الطريق بدأ عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق بدأ يثير الشك بين الصفوف، بدأ يثبط الهمم، بدأ يقنع أصحابه بالانسحاب، فإذا به يقول للنبي إني راجع ومعي من سيرجع، فإذا بثلث الجيش كله يقرر الانسحاب، 300 مقاتل مع رأس النفاق ينسحبون من الجيش والثلث كثير. أي خور فيهم؟ إنه النفاق إذا تأصل بالقلب. حتى طائفتان، طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج، لما رأت هذا الذي حصل كادت أن تنسحب مع المنافقين لولا أن الله ثبتهما. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله عز وجل يثبتهم، فإذا بالجيش يبقى فيه 700 مقاتل من 1000 مقاتل، الأمر صعب. ويتقدم الجيش الإسلامي، فمر على حائط لأحد المنافقين، وعبد الله بن أبي يحرض المنافقين على الانسحاب، وفعلا ينقسم الجيش ويمر الجيش على حائط للمنافقين في نفس الوقت، حتى أن هذا المنافق الذي مر على حائطه رماهم بالتراب وقال لا أحل لكم أن تدخلوا حائطي. المنافقون رفعوا رؤوسهم، فقال الصحابة يا رسول الله أنضرب عنقه؟ أنقتله؟ قال دعوه، دعوه فإنه أعمى البصر وأعمى البصيرة. أما عبد الله بن حرام رضي الله عنه فلحق جيش المنافقين، لحق عبد الله بن أبي بن سلول، تبعه وهو يصرخ عليه يقول يا عبد الله ماذا تصنع؟ أيها الناس ماذا تفعلون؟ تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أو على الأقل ادفعوا عنا. وعبد الله بن أبي بن سلول يقول لعبد الله بن حرام، يقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لكن ندري لن يحصل هناك قتال، فقط أراد عذرا ليتهرب من القتال لما رأى الموت بعينه. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وإذا بجيش الإسلام يصفى، المنافقون انسحبوا كلهم، بقي 700 لكنهم من الخلص. لما وصل النبي إلى منطقة عند جبل أحد وزع الجيش وعبأه وجهزه، جاء لـ50 من الرماة، جعلهم على جبل عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم إياكم أن تغادروا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم مهما حصل، لو رأيتمونا تتخطفنا الطير يعني نموت ونتقطع لا تبرحوا مكانكم، لو رأيتمونا هزمناهم وهربوا وغنمناهم لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. وحذرهم النبي من هذا، أن يغادروا هذا الجبل لأنه يحمي ظهور المسلمين. ثم جاء إلى الجيش وقسمهم، الميمنة عليهم المنذر بن عمرو، والميسرة عليهم الزبير بن العوام، وجعل أشجع الناس في المقدمة ليحموا المسلمين، فقد كان المسلمون الرجل منهم عن 1000 رجل، العدد أقل من المشركين نعم، والسلاح أقل والعدة أقل، لكن الإيمان أكبر بكثير. وهكذا جهز النبي جيشه لقتال المشركين. حشد الكفار حشد المنتقم، أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال، بلغ الأمر النبي عندها، عبأ الجيش وهيأ الرجال، أمر الرماة أن لا يبرحوا،
جبلا يحضن ساحة القتال، التقى الجيشان والنصر بدا مثل بدر الليل ساعة. قبل بداية المعركة شجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة للقتال، ثم أخرج سيفا صارما مسلولا وقال لأصحابه: من يأخذ هذا السيف؟ فقال الصحابة: نحن نأخذه. فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتراجع القوم، ولم يبق إلا كبارهم كعلي وعمر والزبير أبطالهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ ما حق هذا السيف؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني، أي ينحني هذا السيف. فقال أبو دجانة: أنا أخذه يا رسول الله. فأعطاه النبي لأبي دجانة، فربط على رأسه عصابة حمراء وأخذ يمشي متبخترا بين الصفوف يحمل سيف رسول الله صلى الله عليه وأهله وسلم وهو يمشي متبخترا. فلما رآه النبي قال: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع. أما على الطرف الثاني، أما على الجهة الأخرى، فكان أبو سفيان ابن حرب يعبئ الجيش وهو القائد العام للمعركة، جعل على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل، وعلى المشاة صفوان بن أمية. والغريب أن هؤلاء الأربع كلهم أسلموا بعد فترة من الزمن. عبأ الجيش وأعطى كل واحد لواءه وكتيبته، ثم قام أبو سفيان يفت في صفوف المسلمين فقال: أيها الناس، أيها الناس، يخاطب الأنصار، قال: خلوا بيننا وبين بني عمنا، فإننا لا نريدكم. يريد أن يفرق الصف، فرد عليه الأنصار ردا أسكتوه به. فقام أبو عامر الفاسق، كان من الأوس، فالتحق بالمشركين، فذهب إلى قومه قال: يا معشر الأوس، يا معشر الأوس، أنا أبو عامر، وكان مطاعا فيهم. قالوا: لا أنعم الله بك، قبحك الله من عين يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم التحق بالمشركين، حاولوا أن يفتوا عضد المسلمين لكنهم لم يستطيعوا. تعبأ جيش المشركين، قوامه 3000 مقاتل، واقتربت المعركة وسيبدأ القتال الآن، وكل الفريقين يريد أن ينتصر، لكن الله عز وجل مع المؤمنين. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا.